شويه تاع ملح ونخليهم يغلي مليح ومن بعد نلوح الروس. انا بعد ما يكون الماء غلى مليح ندير الروس تاعنا بالبطل تاع الروس. تاع الروز هذا نزيدو هنا نمرقو بيه زوج كيلوش ولا ثلاثة ولا ياسر. هاو غلا الروز تاعنا واحد 7 دقايق ولا 8، بعد ما طاب نديرو في كاس نديرو بالماء البارد. نديروا البراق تاع الزبدة وربع، حاولي مغرفة ونص كبيرة ولا مغرفة. هكذا كيغلي الماء ونحطو الروس تاعنا يفور تاع الزبدة ونخليوه حتى يفور. كيفور مليح نقلبوه نخليو الزبدة تاعو يذوب ونحيوه. نخليو المكونات حبة تاع بصلة كبيرة، زوج بطاطا، ثوم، سروطية وطماطم، ونحتاجو طماطم مصبرة وفلفل أحمر حلو وكزبر مرحي وملح وطرف دجاج ولا عندو يدير طرف لحم وشوية عسل. نحتاجو كذلك إذا زيتون مقطع وشوية حمص يكون مشمخ مقبل وشوية عجل بان. هاي زوجي يكون مقطع نص يقطع كيما هكذا باش من بعد نرحيوه هو البطاطا، والنص الآخر يقعد هكذا. هنا درنا طرف الدجاج نزيدو له شويه الزيت ونديرو البصله والطماطم والثوم اللي رحيناهم شويه تاع الملح وورق الخضار تاع كزبر مرحي فلفل احمر حلو كل واحد مش يحب كاين يشتي الحار كاين يشتي الحلو. هذا حلو هكذا ومن بعد نحطوهم يتخلاو مليح. هنا بعد ما غلات نزيدو غرفة ونص تاع طماطم وصبارة هذه هي. هاو الدجاج دوك اللي فتتناه